عسلامة، شنحوي لكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل يا ربي. سامحوني صوتي متبدل شوي على خطرني مقربة كما قلت لكم، باش نبدأ مع بعضنا إن شاء الله في حلو العيد، وباش نبدأ بأول الرسيد باش تكون سهلة بريزونتابل، وشورتو أهم حاجة بنينة على الله. باش نعملو كروستي وإلا بسكوي فلورنتان، نجمو حتى ما تحضروش العيد، نجمو تحضروه في رمضان مع قهوة وإلا كيستي كما قلت لكم، حاجة بنينة على الأخر وسهلة وبريزونتابل، وهاني باش نوريكم شنو باش نستحقو. بهي بالنسبة للرسيد الأصلانية متاع البسكوي فلورنتان وإلا الكروستي، نورمالمون يتعمل بالسكر فلورنتان، هذية تلقاوه هو سكر سبيسيال، تلقاوه يتباع عند جماعة اللي تبيع توسكي حاجات متاع باتيسيري معناها، وما تنجمو تعوضوه بحتى سكر واحد آخر على خاطر معناها يعطيكم، هو باش يعطيكم اك تكستور سبيسيال متاع لكل مرة. الأخرى كيف جربتو عطا نحط لكم التصويرة من اللوطة، جربته المرة اللي فاتت، جربته بالسكر فلورنتان وعطتني ريزلتا باهي على الاخر، اما خممت فيكم الحقيقة وقلت مش الناس الكل تنجم تتحصل على السكر هذايا، تو معناه اذا كانكم تعيش لبرا والكل، ما نعرفش وين تنجموا تلقاه، وحاسين وين لوشت ما لقيتش، قالوا لي فما في امازون، اما ماهوش ديما موجود، هذاك علاش حاولت نعمل لي ريشيرش نتاعي ونشوف لكم ريسيت تكون سهلة وما تتطلبش ديزانجريديونس صعاب. باش نستحقوا لنا خذيت دو بو متاع كريم فريش، البو فيه 150 غرام، نفس البو قست بيه مرتين سكر، يعني تعملوا قد ما تحطوا كريم فريش قد ما تحطوا سكر. ولنا حطيت 4 مغارف كبار عسل، وإلا تنجموا تحطوا جلوكوز كان عندكم، أما كما قلت لكم حاولت نعمل ديزانجريديون موجودين عند الناس الكل. وباش نعملوا بثلاثة أنواع، دونك خديت لنا تاخدوا الفاكهة اللي متوفرة عندكم، أي فاكهة تحبوا عليها موجودة عندكم في الدار، خديت لنا أمون دي فيلي بيستاش، وخديت نوا، وهذايا المول اللي باش نستعملو يجي كيف هكا هاكا ماهوش عادي برشا، نوريهولكم اللوطة كيفاش يجي، تلقاوه موجود عند الجماعة اللي تبيع توسكي حاجات نتاع باتيشيري. أول حاجة باش نبدا بيها خديت لنا كاسالونة باش نحط الكريم فريش، باش نزيد السكر، باش نحط العسل، هذوما توا باش نخلطهم شويه وباش نحطهم على نار تكون متوسطه باش نحطهم يغليو الكل مع بعضهم، هاكا كل شيء يتحل مع بعضه كما قاعدين تراو. لان الميلونج نتاعي تي يغلي ماذا بيكم ما توقفوش على التحريك بشكل السكر معناها يتحل بالباهي، وباش نخليه يقعد يغلي حتى لين اللون نتاعو يتبدل. توا السكر نتاعي طاب سي بون، جوست ابين يتبدل لونه تطلع ريحته هكا كيما الكراميل، باش نجي للفاكهه نتاعي ونبدا نصب بشويه بشويه ونلم فيها بالسكر اللي طيب. يلزم الكعبات نتاع الفاكهه الكل يتغلفوا بالسكر، فوالا كيفاه هاكم الكلهم اتغلفوا بالسكر بالباهي. كان حسيتوها ناقصة تنجموا تزيدوا معناها كما قلت لكم، جوست تبدأوا تتبعوا بشوية بشوية باش السكر ما يغلبكمش ويجيكم أكثر سكر تولي لكم الميلانج ليكيد. كيف كيف بالنسبة للنوا، أنا هروشتها شوية ما خليتهاش كاملة كيف باش بكمل نخلطهم، سينو الميلانج يزوكم تخدموا بيه وهو سخون لخاطر في ساعة ما يبرد وتولي الخدمة بيه صعيبة شوية. باش ناخذ المول اللي عندي وباش نبدأ نحط نعبي في الوحدات نتاعي. فوالا كملت عبيت المول اللي عندي الكل كيما ريتوه، حاولوا الكعبات انزلوا عليهم شويه باش يشدوا بلاصتهم في وسط المول وعبيوهم على خاطر من بعد في الفور راهم باش يطيحوا شويه كيكا تجيكم الكعبه من بعد معبيه ومزيان. هذوما توا باش ندخلهم الفور يكون مسخن من قبل على 180 درجه 170 درجه كيكا نتوما والفور اللي عندكم، وباش نخليهم حكايه 10 دقائق 15 دقيقه نعس عليهم حتى لين يحمروا، تنوريكم بعد كي نطلعهم كيفاش يلزمهم يكونوا. سينو ننصحكم اذا كان عندكم كونتيتي كبيره باش تحط باش معناها باش تعملوا كونتيتي كبيره تاخذوا اكثر من مول هكاك، ما تقعدوش تتعطلوش معناها تقعدوا تستناو يطيب ويبرد وكل خاطر كمان ياخذ وقت.
فوالا لي كروستين تاعي بعد ما طلعتهم ما تتفاجعوش راكم باش تقولوا شنو هالمنظر هذايا نورمال باش نخليهم يبردوا كومبليتمون ومن بعد باش نحيهم من المول ما تمسوهمش قبل ما يبردوا وعادي هذاك راهو اللي خرج على جناب من بعد تراو باش نحيوه الكل وباش تقعد لنا كان الكعبه مزيانه هكا ومتحفنه وحلوه بيلنا لي كروستين تاعي بردوا بالبي قاعده ننظف فيهم باش نوريكم كعبه بعد ما نظفتها كيفاش هيك هاني باش ننظف كعبه اخرى قدامكم الزايد اللي على جناب الكل اتنحيوه تولي حاسيلو حاجه بنينه بنينه على الاخر فوالا باش نكمل توا ننظف الكعبات اللي عندي الكل ومن بعد نوريكم كيفاش باش نكملو توا باش نجيو لاخر ايتاب جيت لنا ذوبت شوكولا ولي والا شوكولا نوار اي شوكولاته تحبوا عليها وباش نبدا نحط في المول كي هكا ومن بعد ناخذ الكعبه ونغطسها في الشوكولاته باش تشد اكل فورم هذيك فوالا باش نوريكم لي كروستين تاعي بعد ما بردوا في الفريجيدير وحطيت لهم الشوكولا ملوطه فوالا هذه الروندو فينال نتاع الكعبة الكروستي نتاعنا